السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك ازاي تشيل العلامة المائية من اي ملف PDF بمنتهى البساطة. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية، وما تنساش طبعا تدعم الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. لو حضرتك تابعت معايا هتلاقي ان انا معايا ملف PDF زي ما حضرتك شايف كده، وملف PDF ده موجود فيه علامة مائية، والعلامة المائية ديت موجود فيها صورة زي ما حضرتك شايف كده، في صورة وفي علامة مائية موجودة على ملف PDF ده. الملف ده عبارة عن ان واحد صديق ليا بعت لي الملف ده وبيطلب مني ان انا اشيل له العلامة المائية على اساس ان هو يستخدمه في الدروس بتاعته. طب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي انا هعمله هستخدم برنامج من افضل البرامج القوية جدا في ازالة العلامة المائية، هو برنامج اسمه فاكس فانتوم. تمام كده، هقف عليه وابدأ افتح اللي هو الملف برنامج فاكس فانتوم. لحظات بسيطة لحد ما يتم فتح الملف. زي ما حضرتك شايف كده انا فتحت الملف باستخدام برنامج فاكس فانتوم. زي ما حضرتك شايف كده العلامة المائية واضحة، هي عبارة عن صورة وعبارة عن حروف. طيب هنشيل العلامة المائية ديت ازاي؟ بمنتهى البساطة، كل اللي حضرتك هتروح رايح على اللي هي القوائم اللي فوق ده، وتروح رايح عند حاجة اسمها قائمة تحرير. تمام كده اهوت، وبعد كده تنزل عند الخيار التاني ده اللي هو edit. تمام كده اهوت، وتاخد اللي هو all. وبعد ما تاخد اللي هو خيار all تبدأ تقف على العلامة المائية وتبدأ تعمل عليها ديليت. زي ما حضرتك شايف كده العلامة المائية بدأت تتشال. انا هاجي اضغط هنا اهو، هتلاقي في اطار متحدد عبارة عن مربع معمول باللون الازرق زي ما حضرتك شايف كده الحدود بتاعته، وابدأ اضغط واعمل ديليت، وابدأ انزل على كل اللي هي الصفحات، ابدأ اعمل لها حذف. طبعا برنامج حاجة يعني جميلة جدا ورائعة، بيشيل العلامة المائية بمنتهى البساطة. لحظات بسيطة حضرتك هبدأ أحذف كل العلامة المائية. طبعا زي ما حضرتك شايف كده في بعض الصفحات في اسم مكتوب، هتعلم وتعمل ديليت اهي، تظهر تحديد تضغط على ديليت. تمام، هبدأ أمسح كل العلامة المائية اللي كانت موجودة في الملف. زي ما حضرتك شايف كده العلامة المائية بتتشال، هتضغط بس كده تحرك بالماوس هتلاقي في مربع معمول باللون الأزرق، تقف عليه تعمل كليك يمين تضغط على ديليت، وهكذا كليك يمين تضغط على ديليت. زي ما حضرتك شايف بمنتهى البساطة لحظات بسيطة هنمسح كل العلامة المائية اللي كانت موجودة في الملف. زي ما حضرتك شايف كده العلامة المائية شلتها بالكامل. طب بعد ما خلصت هذا الموضوع تضغط على اللي هو إغلاق، تبدأ تقول له نعم عشان تحفظ التغييرات اللي انت عملتها في الملف. هقفل الملف، هنتظر طبعا لحظات لحد ما يتم الاغلاق مع بعض. تمام كده اهوت، لحظات بسيطة. تمام، وبعد كده نفتح الملف مرة تانية ونشوف ايه اللي حصل فيه. طبعا متقلقش من اللي هي الشاشة السوداء دي، زي ما حضرتك شايف كده تم حفظ التعديلات. هبدأ افتح الملف مرة تانية، هنلاقي ان الملف اتفتح مفيهوش اي علامة مائية. زي ما حضرتك شايف كده تم إزالة العلامة المائية بنجاح من الملف. طبعا برنامج فاكس فانتوم ده برنامج غني عن التعريف، من أقوى وأفضل البرامج اللي بتقوم بحذف العلامات المائية والتعديل على ملفات البي دي اف. لو أنا حابب بقى إن أنا أحمل اللي هو برنامج فاكس فانتوم، كل اللي أنت هتعمله هتفتح المتصفح بتاعك وتيجي تكتب في خيار البحث هنا كلمة فاكس فانتوم وتضغط على إنتر. زي ما حضرتك شايف كده هيدخلك على الموقع الرئيسي بتاع البرنامج، هتقوم بتحميله سواء من الموقع الرئيسي او من اي من المواقع الاخرى. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج هتحمله وتسطبه على جهازك بمنتهى البساطة والسهولة، وتبدأ تستخدمه في ازالة العلامات المائية اللي موجودة في ملفات البي دي اف. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.